بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما شفتوا بالفيديو السريع، انا اليوم موجود بدمك هيلز معي فيلا. اتمنى منكم بالبدايه الاشتراك واللايك للقناه، قناه الاوس. انا اسمي احمد، يلي بتابعني اول مره، وهي ارقام الواتساب الخاصه فيني. على ايدي اليمين مباشره عندي هي الغرفه رقم 1، تعتبر غرفه ماستر روم. وعم نشوف هنا حمامها الخاص فيها. الفيلا مألف من 5 غرف، 7 حمامات. عم نشوف هون حمام الجيست، وعندي على ايدي اليمين هون موجود معي المخزن او غرفة التخزين الخاصة بهي الفيلا. هنطلع نشوف الطابق المخصص لغرف النوم، بعدين نرجع نشوف تفاصيل الطابق الارضي مع البول مع الباك يارد. مساحة الفيلا بالكامل 5813 سكوير فيت، مؤلفة من 5 غرف نوم مثل ما ذكرنا، ونحن بالطابق الأول المخصص لغرف النوم. بداية هندخل هون على غرفة رقم 2، تعتبر الغرفة الرئيسية بهي الفيلا. عم نشوف هون الغرفة من زاوية مختلفة، طبعا البيع مع الفرش، سعرها كتير ممتاز بالسوق العقاري. عم نشوف هون مساحة الغرفة بالكامل. وعم نشوف هون الحمام الخاص فيها. الفيلا موجود فيها باك يارد، موجود فيها بول. وعندي هون الغرفة رقم 3، كمان مساحتها حلوة، اطلالتها حنشوفها هلا من ضمن هي الغرفة. وعم نشوف هي الغرفة كمان مساحتها واسعة. هنطلع على البلكون الخاصة بهي الغرفة رقم 3، طبعا اطلالتها مثل ما عم نشوف هون على بحيرة، اطلالة ولا اروع من هيك. برجع بذكركم بالاشتراك واللايك، وارقام الواتساب عم تظهر معكم لاي استفسار بخصوص هذا العقار او اي عقار تاني موجود عندي بدبي او بسوريا. طبعا تسليم فوري، مساحة كتير حلوة، فيلا اخذة كورنر ستاند الون. عم نشوف هون الليفينج الخاص بهذا الطابق، مساحته ممتازة. عندي الغرفة هون رقم 4، كمان إلى إطلالة على الجهة الأمامية للفيلا، حنشوفها مع بعض. خلينا نشوف الغرفة من زاوية مختلفة. أي حدا حابب يستأجر بمدينة دبي كمان ممكن يتواصل معي، عنا عقارات بأفخم المناطق بالداون تاون، بجميرة، بالبزنس باي، بمارينا، بجي بي آر. أرقام الواتساب موجودة بأول تعليق، ممكن تتواصل معي طبعا للأجارات الشهرية والأجار السنوي. وعم نشوف هون الغرفة الرقم 5 والأخيرة بهي الفيلا. مثل ما ذكرنا الفيلا مؤلفة من 5 غرف نوم. وعم نشوف هون السرير، وعم نشوف الغرفة من زاوية مختلفة. عم نشوف مساحات الغرف كتير كبيرة، مثل ما ذكرنا مساحة الفيلا 5813 سكوير فيت. وعم نشوف هون الحمام الخاص فيها، كمان الحمامات مساحتهم جيدة. حننزل على الطابق الارضي نشوف المطبخ والصالون، بعدين نطلع على الباك يارد اللي مخصص فيها البول والباربيكيو. عم نشوف هون المطبخ معمول من خشب الهاي كلوز، معمول بطريقه كتير حلوه والوان كتير رايقه. وعم نشوف هذا الباب بدخلنا على غرفه الخادمه. نشوف هون الصالون، الصالون كتير مساحته حلوة، طبعا ما بننسى التكييف المركزي مع الإضاءة، مع الجبسن بورد، مع الأرضيات خام. وحنطلع نشوف الباك يارد الخاصة بهي الفيلا.
وعم نشوف هون الركن الخاص بالشوي او الباربيكيو اريا. طبعا مثل ما عم نشوف الاطلالة هون مباشرة على بحيرة، وهي مساحة البول من جهة مختلفة، وهي رقم الواتساب برجع بذكركم لأي استفسار. تذكرة سريعة، 5 غرف نوم، 7 حمامات، ليفينج روم مع غرفة خادمة مع برايفت بول. هي هي كانت فيلتنا اليوم بدماك هيلز. لأي استفسار برجع بذكركم عن طريق رقم الواتساب، وإن شاء الله بشوفكم بعقار جديد بمدينة دبي. شكرا للمشاهدة ولا ننسى اللايك.